السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. طبعا احنا من كام يوم أعلنا عن خدمة الهجرة إلى كندا وأمريكا، وقلنا إن شاء الله إن احنا هنقدم الخدمة دي بطريقة ممتازة وهيكون فيها مساعدة للعديد من الأشخاص، لأن لاحظنا من فترة كبيرة إن في ناس كتيرة جدا بتسألنا عن الخدمة دي وناس كتيرة جدا مهتمة بيها. طيب الخدمة دي عبارة عن إيه؟ الخدمة دي عبارة إن احنا هنساعد الأشخاص في التقديم إلى المقاطعات الكندية والأمريكية زي مقاطعة كيبيك، ألتونا والعديد من المقاطعات، تمام؟ فهيكون الخدمة دي اللي احنا هنوفر لكل شخص التقديم على مقاطعتين، تمام؟ زي ما احنا قلنا زي مقاطعة كيبيك وألتونا، وهو الشخص هيختار إذا كان عايز يقدم إلى كندا أو أمريكا، تمام؟ وهنقدم له على حاجة اسمها طلب الهجرة، تمام؟ طيب البروسيس بتمشي إزاي؟ البروسيس إن الشخص بيتواصل معانا، تمام، واحنا بنبدا نشوف المؤهلات بتاعته والاشياء الخاصه بيه. طب هل ده من خلالنا احنا فقط؟ لا، الكلام ده بيتم من خلال شراكه جديده احنا عملناها مع مؤسسه او مع شركه اسمها المستثمرين العرب. دي شركه معروفه جدا وموجود لها فروع في تركيا والامارات والعديد من الدول الاخرى. الشركه دي قدم من خلالها العديد من الاشخاص على طلبات الهجره الى امريكا وكندا، بالفعل نجحوا في السفر من خلال التقديم من خلاله، تمام؟ فاحنا بالتعاون معاهم هنقدر نوفر الخدمه دي ان شاء الله، وهنقدر نوفر الهجره الى كندا وامريكا. طيب بالنسبه للبروسيس زي ما احنا قلنا ان هنستقبل الطلبات وهنشوف قوه الملف الخاص بكل شخص، مؤهلاته بكل شيء، ونخبره بنسبه القبول الخاصه بيه، لان قبل ما نقدم لك لازم نقول لك على نسبه القبول الخاصه بالملف بتاعك، ولو في اي حاجه محتاجه تتعدل في الملف بتاعك من حيث مثلا اضافه شهاده معينه، تعديل سي في على الطريقه الكنديه والطريقه الامريكيه والطريقه الاوروبيه على حسب كل شخص ومؤهلاته، وبعد كده نبدا اللي احنا نقدم لك على السيستم الخاص بالهجره. التقديم بياخد ما بين 3 ايام حتى اسبوع، وبعد انهاء التقديم بتنتظر ان شاء الله مراجعه الطلب من قبل مؤسسه الهجره الخاصه بالمقاطعه اللي احنا قدمنا لك عليها، وبيتم اصدار القرار بالايجاب او السلب من 30 الى 45 يوم. بالنسبه للناس اللي هتسال على نسبه القبول الخاصه بالتقديم من خلالنا، فنسبه القبول عاليه جدا، لان قبل ما نقدم لك بنقول لك على نسبه قبولك انت اعتمادا على مؤهلاتك واعتمادا على ملفك، واغلب الناس اللي قدمت من خلال الشركه اللي احنا متعاقدين معاها شركه المستثمرين العرب حصلوا على القبول فعلا في الهجره الى كندا وامريكا، لان يعني عارفين احنا بنعمل ايه وعارفين ازاي نتعامل مع الطلب بشكل احترافي، تمام؟ فمفيش اي قلق بالنسبه لهذا الموضوع، وان شاء الله زي ما بنقول كده يعني طلباتكم في ايد امينه. بالنسبه للناس اللي حابه تقدم من خلالنا هتلاقوا في صندوق الوصف تحت الفيديو ده استماره التقديم من خلالنا، هتملاوها وخدمه العملاء هتواصل معاكم ما بين اسبوع ما بين يوم حتى 3 ايام بحد اقصى وترتب لكم كل شيء. دلوقتي هسيبكم مع المكتب الخاص بالمستثمرين العرب، هتشوفوا كيف المكتب وكيف فخامه المكتب، وشركه فعلا عريقه وليها العديد من الفروع في دول كتير حول العالم، تمام؟ شكرا جزيلا على استماعكم، وان شاء الله نقدر نفيدكم بشكل كبير في الخدمه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.